لان المره المليون زي ما بقول لحضراتكم اتفرجت على كثير من الاستديوهات اللي حصلت بعد مباراه الاهلي والزمالك وكثير من البرامج الرياضيه. الناس كلها كانت يعني بتتكلم في حته ونتيجه المباراه في حته تانية. نتيجه المباراه 5-3، النادي الاهلي فاز على نادي الزمالك 5-3، والناس بتقول لك اصل تغييرات موسيماني غلط. اصل تغييرات موسيماني غلط. على فكره كل مدير فني ممكن يبقى عنده اخطاء في التغييرات، ولكن في النهايه هو وصل لايه؟ وصل ان هو يكسب نادي كبير زي نادي الزمالك 5-3. هو ده اللي نقدر نتكلم فيه، كيف استطاع موسيماني ان يفعل ذلك؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الفقره القادمه مع كريم سعيد واحمد ثابت. هنطلع